جالسين نتكلم عن شهر رمضان، والصيام بلا شك له مهام عديدة، منها الدينية والدنيوية والصحية. واحدة الدراسات اللي بينت العلاقة اللي تربط بين الصوم والصحة النفسية، وهذه إحدى أشهر التجارب اللي هي تجربة المارشميلو. وشو هذه التجربة؟ جابوا مجموعة أطفال أعمارهم بين السنتين إلى 4 سنوات، وحطوا قدامهم قطعة من المارشميلو وقالوا لهم نبيكم تصومون عن أكلهم لمدة معينة، وإذا قدرتوا أنكم ما تأكلونهم بعد فترة راح نعطيكم أكبر مجموعة أكبر من المارشميلو. طبعا يمكن الكل يتوقع أنه كلهم أكلوا المارشميلو على طول، لكن نجح 33% فقط من الأطفال في ضبط أنفسهم. والحلو في الموضوع أنه كانت نتيجة الدراسة أنه الأطفال اللي مسكوا شهيتهم سجلوا تحصيل دراسي أعلى ولهم مشاكل سلوكية أقل، وهم أنجح في تكوين صداقات أكثر بكثير من المجموعة الثانية. وهذا يقول لك قديش قوة الإرادة اللي فيهم ساعدتهم في كل مجالات الحياة. أكيد، وكل جوانب الصوم وأثاره على الصحة النفسية جالسين نتكلم عنها اليوم بإذن الله مع ضيفتنا الطبيبة النفسية وأخصائية التعديل السلوكي الدكتورة حنين جرار. يا أهلا وسهلا فيكم، نورتنا. خير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. نورتنا. أهلين فيكم دكتورة. مثل ما ذكرنا، الناس تستعمل الصيام أوقات زي شماعة لتبرير توترهم أو انفعالاتهم السريعة، مع أنه العلم يقول العكس، فإيش بيصير؟ هلأ من ناحية العلم النفس، تجربة المارشميلو اللي حكينا عنها تجربة حلوة كتير انعملت بالستينات، هي عن الأطفال كيف إن هم بقدر يضبطوا أنفسهم عن الأكل. انضباط النفس عن الأكل هو واحد من الانضباطات أو واحدة من الرغبات القوية اللي إحنا عندها، الشهوات اللي هي موجودة عندنا، الأكل، الشرب. فانضباط الشهوات إذا كان هالقد قوي على الأكل ممكن يكون انضباط على التعصيب، على الغضب، على الانفعالات اللي هي ممكن يعني إحنا إذا فكرنا فيها أسهل حتكون من انضباط النفس على الأكل أو عن الشرب. فهو يعني من ناحية علم النفس هو زي تدريب أو تهذيب النفس على انضباط النفس على الشهوات اللي موجودة عندنا. وكل ما أنت قدرتي تدربي نفسك أكثر طبعا، كل ما قدرتي أنك تتحملي الضغوطات النفسية اللي هي موجودة في الحياة. فكل الدراسات بتثبت أنه اللي بيقدر أنه هو يضبط الشهوات النفسية والرغبات اللي عنده بيقدر يتحمل الضغوطات النفسية، وحتى زي ما قلتي يكون صداقات وينجح أكثر في عمله وفي دراسته. بس دكتورة، هو دايما يقولون أن الإنسان ميال إلى التصديق، بمعنى أنك أنت لو تجي حق واحد وتقول أنك أنت ما وذكي خلاص بيعيش الدور أنه ذكي. الحكاية هل هي متشابهة مع شهر رمضان؟ بمعنى أن الإنسان لما يعصب أو يصوم يقول أنا خلاص يمديني أني مثلا أنفعل، فهل في علاقة فعليا بين الصيام وبين الانفعال والعصبية والمزاجية اللي تصير عند بعض الأشخاص في شهر رمضان المبارك؟ هلأ شوف، طبعاً الواحد لما يكون جوعان أكيد بيكون معصب، وفي ناس أكثر من ناس. في ناس بتحس عندهم قابلية أنهم يعني ما يأكلوا لفترات طويلة ومزاجهم ما بيتأثر، وفي ناس إذا ما شربوا فنجان القهوة الصبح أو إذا مثلاً ما شربوا كاسة الماء أو إذا ما أكلوا على ساعة معينة خلاص بيعصبوا. هلأ في منا إفرازات الـ يعني زي رسائل من معدتك تقول لك قوم كل، أنا بحاجة لا طاقة، أنا بحاجة لغذاء. فهاي واحدة من الشهوات، وبس هذا العقل هو العقل الباطني اللي هو العقل اللي هو بيسك يعني أساسي جدا. في عقل المفكر اللي هو مفروض يكون يعمل كنترول على العقل الباطني، يقول له أوكي أنا بعرف إنك هلأ أنت جوعان، بس أنا ما رح أأثر على مزاجي أو على تعصيبي. فأنا دائما مثلا بقول إنه أنا من غير فنجان القهوة ما بقدر أطلع من البيت، بس بشهر رمضان بقول هيني ما أحلاني بقوم وبشتغل وبصحى من غير فنجان القهوة. فحتى يعني بيكون إنه يعني بتصفي، أنت بتقول أنا ما مش بحاجة للقهوة أو للدخان أو عشان إنه أنا أكون منتج. فيعني هو قرار أنت بتتخذه إنه أنا ما رح أخلي هذا الجوع مثلا يأثر على أو تعصيبي أو أصير مثلا أنفعل على الناس اللي قدامي بس عشاني أنا جوعان. هو دكتور زي ما ذكرت يعني هي قوة إرادة. يمكن وإحنا صغار يا علي في المدارس تعلمنا إنه إحنا نصوم عشان نحس بالفقراء، عشان إحنا نتعلم بالنعم، يعني نعرف النعم اللي موجودة حوالينا. لكن مع العلم مع الأيام أنت بتكتشف إنه صح هذا موجود، لكن كمان هو ضبط للنفس، كمان ديتوكس للجسم، إنك أنت بتنظف كل الأجهزة اللي جوا الجسم. فيعني ليه فوائد مرة كثيرة بنتعلمها، وصراحة مبهر الموضوع إنه كيف الصيام فعلا بي يعني بيسوي لك زي ديتوكس لكل كنفسك
جسمك. لكن كيف دكتورة نقدر نستخدم الصيام لضبط النفس خاصة في رمضان؟ وزي ما ذكرتي موضوع القهوة، في ناس موضوع التدخين كمان بينرفزهم، فإيش كيف حيقدروا يستخدموا؟ هلأ الدراسة الحلو فيها إنها بلشت مع الأطفال من عمر 4 إلى 5 سنين، وهو هذا العمر اللي مفروض نبلش نتكلم على الصيام ونحكي عن الصيام وفوائده مع الأطفال. فبنقدر نستعملها كطريقة أو كوسيلة أن نهذب النفس وندرب الأطفال أنه كيف يقدروا يصومون، ويقدروا أنه هم اللي يكونوا in control، أو هم اللي يكونوا مسؤولين عن شهواتهم وإشباع الشهوات والرغبات، ومتى تشبع هاي الرغبات. لأن الرغبات، رغبات الأكل ورغبات الشرب برضو بتتبعها لما الواحد يكون كبير، رغبات جدا يعني مختلفة. أنه أنا بشوف شغلة بدي أشتريها هلأ هلأ هلأ، أنت اللي بتقرر مش الرغبة، يعني مش كل ما أشتهي أشتري. فكل هاي الرغبات أنت يعني بتهذب النفس من هو الطفل الصغير. صح. هذا بصير ككبير واحد يكون منتج أكتر وسكسسفل، يعني ناجح أكتر في مجال عمله وحتى اجتماعيا. يعني تكلمتي عن الفوائد النفسية عن الديتوكس، وكمان في كتير دراسات بتشير إنه حتى اجتماعيا إنه برمضان بتشوفوا العيلة، بتروح على صلاة التراويح، الاكتئاب بصير أقل لأنه هرمون الأكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة بينفرز بهذه الوقت. فبتصير في، يعني حتى أنا عايشة في دبي كتير بشوف العائلة أكتر وأصدقائي. خلص أول يوم رمضان ما في حدا يأكل لحاله، كلنا بناكل مع بعض. وهو شهر رمضان شهر العائلة يعني بنسبة كبيرة، التجمعات والفطور والسحور وكل هالأشياء هذه. بس من شوية دكتورة أنت تكلمتي على الأطفال، هم دائما يقولون إن من شب على شيء شاب عليه. فأنت شلون إنك تقدر تخلي طفلك من وهو صغير يتربى على إنه ما يعصب، إنه ما ينفعل، إن شلون تغير من سلوكياته لو مثلاً انفعل أو عصب أو صار مزاجي؟ هذا سؤال كتير حلو. هلأ عمر الأطفال لما يكون عمرهم سنتين ببلش يصير في عندهم انفعالات جداً جداً يعني عصبية، بالإنجليزي بسموهم terrible twos. لما الطفل يصير بده انفعالي الحمد لله خلصنا. بس في سبب لهذا الشيء، يعني الأطفال بهذا العمر بيكون عندهم رغبات بس ما بيكون عندهم اللغة إنهم يقدروا يعبروا عن نفسهم. فتخيل أنت بكل رغباتك وإشياء اللي أنت بتحبها بس مش قادر تحكي لي إنه أنا أبغى مثلاً أحتاج هاي السيارة، أعطيني جيبيني. فبيبلش في عنده هذا الانفعالات اللي هي العالية جداً. فبهذا العمر كتير مهم إنه إحنا نفسر للطفل إنه هذا الشعور اللي أنت هلأ عم تشعره هذا شعور الغضب. أنت معلش إنك تشعر هذا الشعور، بس لازم تحكي أو تتكلم معي عن هذا الشعور، بس ما تضرب، ما تعصب، ما تصرخ. فمن عمرهم، من أطفال عمرهم سنتين، وإحنا ممكن نتكلم معهم بهذا الشيء إنه الغضب، شعور الغضب أوكي جميل، بس الطريقة التعامل بالغضب هذا هو تعرفي دكتورة أنا اليوم قرأت معلومة صغيرة عجبتني في السوشيال ميديا، يقول لك لما تبغى تربي طفل أنت تربي نفسك أول. صح. لأنه ممكن يكون الطفل هذا يعني عصبي وغضب ونقول له صح، لكن إحنا من وراء بس يجينا تليفون نصرخ التليفون، فهم يطالعوا فينا ويقلدونا أكيد. فلازم الواحد يضبط نفسه أول قبل ما يعلم أطفاله الانضباط. شكرا لك دكتورة، ألف عافية، الله يخليك إن شاء الله.